السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود قناة ماتريكس 219 على اليوتيوب. والنهاردة إن شاء الله أنا هتكلم معاكم عن الهيتر أو الهوت إير. اتكلمنا في موضوع قبل كده عن الأفوميتر واستخداماته في المنزل، ممكن تستخدم الأفوميتر إزاي. النهاردة هنتكلم عن الهوت إير، ونبقى كده اتكلمنا عن الحاجتين الأساسيين اللي أنت محتاجهم علشان تشتغل في مجال الصيانة أو حتى تعمل صيانة لحاجات بسيطة عندك موجودة في البيت. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو. الهوت اير هو الجهاز اللي احنا بنستخدمه في فك والحام القطع الالكترونيه او الكهربائيه. الهوت اير في منه اكتر من نوع، في الديجيتال وفي الانالوج. الديجيتال هو اللي بيكون موجود فيه شاشه رقميه. الانالوج زي النوع اللي احنا هنطبق عليه النهارده، وهو كادا 852. كادا 852 من انواع اللي انتشرت في مصر وفي الوطن العربي عامه لسببين. السبب الاول ان سعره قليل، ما بيتعداش 400 جنيه او 500 جنيه بالكتير. السبب الثاني ان استخدامه سهل. الهوت اير بيتكون من 3 اجزاء اساسيه، الجزء الاول هو البادي، الجزء الثاني هو كاوية اللحام، الجزء الثالث هو خرطوم الهيتر. البادي ده بيحتوي على وحدة تحكم، الكاوية دي اللي بنستخدمها في فك والحام القطع الالكترونية. خرطوم الهواء او الهيتر ده بنستخدمه في فك والحام الايسيهات او التشيبات اللي ما نقدرش نتعامل معاها عن طريق الكاوية. في عندنا مفتاحين تحكم اساسيين اون واوف. المفتاح الاول هو خاص بوحدة الهيتر او خرطوم الهيتر، والمفتاح الثاني هو خاص بالكاوية. في عندنا 3 بكرات موجودين، البكرة الأولى والتانية دولت خاصين بخرطوم الهواء، البكرة التالتة ديت خاصة بالكاوية. علشان أشغل الكاوية هضغط على مفتاح أون الخاص بتشغيل الكاوية. لو لاحظنا هنا في لمبة بيان نورت، ده معناه كده إن الكاوية شغالة معانا أوكي. علشان أتحكم في الكاوية أنا عندي حاجتين أساسيين، الحاجة الأولى هي مفتاح التحكم أون وأوف، ده كده أشغل الكاوية، ده كده أفصلها. الحاجة التانية هي بكرة التحكم، وعن طريق البكرة دي بقدر أتحكم في درجة حرارة سلاح الكاوية. بيبدأ تدريجي عندي من 0 لحد 480 أو أكتر درجة سيليزيوس. الجزء التاني من وحدة التحكم خاصة بخرطوم الهواء أو خرطوم الهيتر، وده أنا بتحكم فيه عن طريق 3 أجزاء. الجزء الأول هو عبارة عن مفتاح أون وأوف. ضغطت أنا كده أون، لو لاحظنا في صوت بدأ يطلع من الهيتر، الصوت ده هو خاص بالبامب أو مضخة الهواء اللي موجودة داخل وحدة التحكم أو البادي. في عندنا بكرتين للتحكم، أول بكرة مكتوب عليها إير، والبكرة دي خاصة بالتحكم في نسبة ضغط الهواء اللي بتخرج من الهيتر. البكرة التانية مكتوب عليها هيتر، وديت خاصة بالتحكم في درجة حرارة السخان الداخلي اللي موجود في خرطوم الهيتر. هنفك خرطوم الهيتر ونتعرف على مكوناته الأساسية علشان نفهم ده بيشتغل إزاي. في عندنا 3 مسامير أساسية، هنفك 3 مسامير. بعد ما نفك المسامير هنرفع الغطاء أو الكفر ده. هنلاقي الهيتر بيتكون من 3 أجزاء أساسيين. الجزء الأول هو الجزء المعدني اللي قدامنا ده، وهنلاقي فيه كابل متوصل، ده خاص بالأرض، بحيث إن أنا لو لمست الجزء ده وقت تشغيل الهوت إير أو الهيتر ولا قدر الله في أي تشوك أو قفل الكهرباء أنا ما اتكهربش. الجزء الثاني هو الخرطوم والبادي، وده فايدته إن هو بيحجم الهواء، إن الهواء بيكون في اتجاه واحد بس اللي هو فتحة السلاح. الجزء الثالث عندنا وهو السخان، هو عبارة عن ملف بيمر فيه التيار الكهربي زي ما احنا شايفين، فبيؤدي لتوهج السلك ومرور الهواء عن طريق الخرطوم او البامب، بيخرج عندي هواء درجة حرارته عالية عن طريق فتحة الهيتر. طبعا ما بنصحش اي حد ان هو يعمل اللي انا بعمله ده، انا بس فكيت الهيتر قدامكم علشان ابين لكم شكل الهيتر ازاي وفكرة شغله. لو في وقت من الاوقات السخان ده حصل فيه مشكلة او السلك اتقطع بنحتاج ان احنا نغيره، بفك الهيتر بالشكل اللي موجود قدامنا عن طريق 3 مسامير، وبستبدل الجزء ده عن طريق كليبسات هنا بتتفك وبتغير السخان. الجزء الثالث عندنا وهي الكاوية، ودي بتتكون من 3 اجزاء. الجزء الاول هو خاص بالتوصيل بالبادي اللي هي السوكت او الفيشه اللي قدامنا دي، الجزء الثاني هو السلك، الجزء الثالث هو البادي او الجسم بتاع الكاوية. من وقت للتاني بنحتاج ان احنا نغير سلاح الكاوية. فك السلاح بسيط جدا، هو عباره ان انا الف البكره دي كده وخرج سلاح الكاوية بالشكل ده واستبدله. طبعا اللي انا بعمله ده ما انصحش حد يعمله، اللي هو فاصل الكهرباء تماما وفي نفس الوقت يتاكد ان مفيش درجه حراره هنا في السلاح او في الكاوية. كده الفيديو بتاع النهارده خلص، ومعانا ان شاء الله في الفيديو الجاي. لو حسيت ان الفيديو ده اضاف ليك شيء اتمنى انك ما تبخلش عليا بلايك وشير او مشاركه للفيديو ومتابعه او سبسكرايب للقناه. حابب تتواصل معايا ممكن تكتب كومنت، ده شيء يشرفني جدا. ولو حابب ان انا اعمل فيديو مخصص عن حاجه معينه ممكن تكتب الحاجه اللي انت عاوز تعرفها، وانا احاول ان شاء الله بقدر الامكان اعمل فيديوهات عن الحاجات اللي انت محتاجها. بس هي دي كانت حلقتنا النهارده، ومعانا ان شاء الله في الفيديو الجاي. يلا لا اله الا الله.